الزمالك. مساء الخير يا كابتن ياسر. كابتن ايمن، مساء الخير وعلى النجوم الكبار. مساء الخير يا حبيبي، منور قناة الاهلي. مساء الخير، ازيك؟ خليك ياسر ريان. سلام سلام الجماعه، كابتن ايمن، كابتن اسامه، وكابتن اسامه حسني، كابتن ياسر. كابتن اهلا وسهلا بك يا ياسر. الله يخليك. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. كلمنا عن اجواء مباراه الاهلي والزمالك يا ياسر، شايفها ازاي؟ كابتن ايمن، قبل ما نتكلم، انت لازم، انت جنبك الكابتن اسامه عرابي، انت عارف انت ليك موقف معاه، رجله كانت تقيله جدا في الشغل. ما شاء الله، رجلك بيقول لك رجلك كتيله جدا في الشغل. الشوط بتاع الكابتن اسامه يعني اموت له يجي ثلاث اجوال. بس خلي بالك، خلي بالك عشان قبل ما يقطع كان من احسن الناس اللي بتقدم مباريات الاهلي والزمالك. بيقول لك قبل انت ما تقطع، انت كنت من احسن الناس اللي بتقدم مباريات الاهلي والزمالك. بيلموا ماشي، لمك بدري اهو. لموا قول. طب يا حبيبي، ايوه حبيبي، بص يا كابتن ايمن، يعني مباراة الأهلي والزمالك احنا كلنا كده اتعايشنا فيها في الأجواء بتاعتها. أيوه. لاعبي النادي الأهلي في ميزة كويسة والله، مش تقليلا في الأندية الثانية، بس ما بقى عنده تركيز وعنده إصرار وعنده هدف بيعمله. وقابلنا في دي مواقف كتير جدا مع النادي الأهلي، لو بطولات عربية أو أفريقية أو بطولات دوري أو هنحسم بطولة أو تلاقي معدن لعيبة النادي الأهلي. زي ما كابتن اسامه كان بيتكلم كده، يقول لك ممكن يبقى في المدربين بيبقى بعض بيبقوا عارفين الاسم، تنشينين ومشدودين، يدخل يقول اي كلام يخلي الناس بس تطلع بره تنشنه المباراه، لكن لعيبه النادي الاهلي على مدار التاريخ بيبقى عندها تركيز قدام فرقه كبيره زي نادي الزمالك، عشان بنعمل لها احترام وبنقدرها وبنبقى عارفين امكانياتنا احنا كنادي اهلي، بنبقى مركزين جدا. أيوة. الحمد لله، يعني انا كنت محظوظ ان انا لعبت مع الكابتن اسامه والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن ايمن شوقي في ماتشات كتير جدا، سواء في الدوري او ماتشات زمالك، فيمكن الكابتن اسامه عربي بيعدي علينا نعمل ايه في المباراه، تخيل يعني كوتش بره الملعب وجوه الملعب، فدي كانت ميزه برضو احنا اللعيبه الكبيره كانت بتخليها نستفاد منهم. ايوه، يعني يجي يقول لي مثلا انت ناحيه اليمين يا ياسر عندك حسين عبد اللطيف وعصام مرعي، انا مش ناسيهم، يقول لي خلي بالك لو عمر اوفر لا تيك اوفر مش عارف ايه، خلي بالك اوعى كده كده تغير مكانك، هم يغيروا احنا ما نغيرش، كل ده بنستفاد منهم. فلعيبه النادي الاهلي المباراه احنا لنا هدف بكره واحد، هدفنا الفوز. ليه؟ انا بلعب، انا خلاص خدت ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بنسبه 99% ان شاء الله باذن الله بطوله الدوري عندنا. ده هدفنا في كل مباراه يا ياسر. نعم، ده هدف النادي الاهلي في كل مباراه مش الزمالك بس. لا بس انت عارف برضه مباراه الزمالك بقى لها طابع خاص، والمكسب بيفرق معانا احنا كنفسيا، في حاجات كتير جدا بتفرق مع اللعيبه ومع الجمهور. انت ممكن تاخد دوري لكن ما وفقناش هتبقى مشكله، وانت عارف كده، لكن لما اللعيبه بتعمل مباراه كويسه وبنكسب المباراه، لا اعتقد الامور بتبقى يعني ماشيه في طريق صح للعيبه يعني. طب انت شايف مواجهه بكره ازاي؟ كابتن ايمن بعد اذنك بس في نقطه، ايوه، خلي بالك في بعض السوشيال ميديا كمان بتهاجم النادي الاهلي وعايزيننا باي طريقه ما ننجحش او نقع بمعنى صح. النادي الاهلي والله وانتم عارفين كده على مدار التاريخ لن يقف على لعيب، واحنا جربناه وشفناه، لعيبه كتير مشت ولعيبه كتير جت، بيبقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي. يعني احنا مش هنتكلم على السوشيال ميديا طبعا، النادي الاهلي اكبر من كده بكتير يا ياسر، انما احنا عايزين نتكلم عن مباراه بكره والاجواء بكره، انت شايفها ازاي؟ شايف الماتش بكره للنادي الاهلي ازاي؟ هو الماتش، بص اعتقد يعني بايلر شكل الفرقه بكره مش هتلعب بالطريقه اللي هو بيلعب بها اعتقد كل مباراه، وخاصه احنا عندنا بعض الاصابات وبعض اللعيبه اللي مش موجوده، فالامور هتبقى شويه اعتقد هيغير الطريقه او الشكل بتاع الفريق يعني، لكن برضه في الاول وفي الاخر لعيبه النادي الاهلي لازم يعرفوا المباراه بكره، الجمهور عندنا وده قدرهم، ولا يتعادل ولا يخسر، بيحب يكسب اي مباراه، فاحنا ان شاء الله باذن الله نقول لهم 90 دقيقه توفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، هتعمل اللي عليك، جمهورك يحس ان انت عملت اللي عليك وزياده، وادارتك واللعيبه اللي بتتفرج عليك القدامى، وفي الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بس اعمل اللي عليك والامور الثانيه سيبها لله سبحانه وتعالى. يا رب التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. بنشكرك كابتن ياسر على المداخله الرائعه دي. الف شكر.